الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، رحلتنا المباركة مع سورة النور مستمرة بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل التمكين، وأن نكون من المتحققين بصفاته على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وأن نتحقق بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده جل في علاه، وقد وعدنا جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن أصحاب أهل التمكين وهذا التمكين وهذا الوعد قد أعد الله لهم تعالى مكانة في الدنيا والآخرة، فمن مكانتهم في الدنيا أنهم يستحقون أن يحملوا نور الله إلى البشرية، يشرفهم الله تعالى بحمل رسالة الإسلام إلى البشرية بأسرها، فهذا شرف كبير سبحانه وتعالى، يستخدمه لنصرة دينه جل في علاه. والذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ثم يتحققون بالرضوان في الآخرة. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، في إطار خريطة التمكين في سورة النور تحدثنا عن الأسرة ومكانتها، وعن حفاظ هذه الصورة على الأسرة بطريقة عجيبة معجزة. فمن إنشائها أنشأها إنشاء مبهرا بأن حافظ على تأسيسها وعمل لها مجسات قبل أن ينشئ الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ثم أنها بنيت على العقيدة، بني على الإيمان: ولا تنكح مشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح مشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم لما أنشأها نادى المجتمع أن يحضر، ونادى الشهود أن يحضروا، ونادى الولي أن يحضر ليكون عملا اجتماعيا شارك فيه المجتمع في تشريعه. ليست علاقة بين العبد وربه، واحد مع واحدة يقعد مع بعض ويقول يا رب شاهد، لازم مجتمع يعطيها المشروعية. المجتمع هو اللي بينكح، والمجتمع هو اللي بيشهد، والمجتمع هو اللي بيشهد، هو اللي بيعطيها المشروعية بإذن الله سبحانه وتعالى. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا ليس مجرد عقد، ميثاق غليظ. ثم لما أنشأ الأسرة حماها سبحانه وتعالى، حماها من الاعتداء الخارجي ومن الخلل الداخلي. من الاعتداء الخارجي ممنوع الزيارات إلا بإذن وبآدابها وأحكامها، والاستئذان الخارجي كما قلنا، والاستئذان الداخلي كما ذكرت الآيات. ثم الذين يسكنون في هذا المعسكر، معسكر صناعة الرجال، الأسلحة الثقيلة على وجه الأرض، رجالات الإسلام ورجالات العقيدة، هؤلاء الذين يسكنون في هذا البيت وفي هذا الحصن، الله تعالى ما تركهم في أي لحظة من لحظات حياتهم إلا بتشريع. والمفترض التشريع ده يكون واضح في بيوتنا ومع أولادنا ومع زوجاتنا، وإنه ما يبقاش عادة، يبقى شرع ربنا سبحانه وتعالى، شرع ربنا في الزيارات ابتداء وانفضاضا، تواصلا وانقطاعا. وكذلك في الحركة، إن اللي ساكنين في البيت دول وخاصة النساء، في حاجة اسمها الملابس الرسمية، ممنوع يخرجوا من البيت ده ومن الحصن ده إلا بالملابس الرسمية. مش إحنا اللي قلنا كده، ولا العادات اللي قالت كده، ولا المتشددين اللي قالوا كده، اللي شرع ده ربنا اللي خلقنا سبحانه وتعالى، واللي هو معترف بأنه عبد لله سبحانه وتعالى ما عندوش أي خيارات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فربنا سبحانه وتعالى شرع للمرأة اللي بلغت في هذا البيت ألا تخرج أبدا من هذا البيت إلا بالملابس الرسمية،
ممنوع الخروج الا بالملابس الرسميه، والملابس الداخليه الرسميه الداخليه لها ضوابط واحكام اتكلمنا عنها في احكام العورات. يعني هو حماها في احكام العورات في الداخل، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن، وكلمنا عن تفاصيل حتى ما يظهر مع الارحام ومع غيرهم ان احنا مش بنتكلم عن حالات تبرج وحالات الجسم يبقى ظاهر، دي حالات الا يعني موضع الزينه، موضوع الزينه فقط. لكن اللي بيحصل مع الناس مع بعض، ولا النساء مع بعض، ولا الولاد مع اخواتهم، ولا الولاد مع امهم، في كارثه ضخمه جدا. نرجع لحلقه العورات هنجد فيها تفصيل للموضوع ده. لكن احنا النهارده الصوره مش الصوره، اقول لك ربنا بيقول لنا ممنوع الخروج الا بالملابس الرسمية. ايه يا ربنا الملابس الرسمية دي؟ قال تعالى، اسمع الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واتكلمنا عن ما ظهر منها، الوجه والكفين أو الملابس الخارجية أو شيء بس بمواصفات الإسلام. وليضربن، إحنا النهاردة هنا عندي الآية دي، وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نقف، وليضربن بخمرهن مش معناها أنها ضغط رأسها، الخمار هو ما يأتي ما يوضع فوق الرأس. وليضربن بخمرهن على يضربن يشدوا، مش تحطوا كده تبين شعره من هنا وتبين حاجه من هنا وتبين رقبه من هنا وكل شويه تشيله وتحطه، ده مش حجاب، ده مش حجاب، ده لعب. ربنا قال وليضربن، تشد الضرب الشد، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب هو فتحه الصدر، فتح الفتحه دي تتغطى ومش تتغطى، يضرب عليها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ده النقطه الاولى في الايه؟ في الحجاب. النقطه الثانيه الايه اللي بعد كده في الحجاب يقول يا ربنا سبحانه وتعالى بيامر بامر اخر في الحجاب بعد ان بين هذه الايه. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول جل في علا: يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله، يبقى أمره ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. بنتنا اللي بتقول هو الحجاب مين اللي قال بيك؟ ولا اللي بيضحك على الناس في تلفزيون ولا في برنامج ولا في كتاب ولا في مقال؟ مين اللي قال فيه؟ اللي قال بيه ربنا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تغطي جسمها وتغطي عورتها كلها، يدنين عليهن. الباب ما يوضع فوق الخمار، ما يوضع فوق الرأس، ما يوضع فوق الرأس. ده معنى تاني. معنى تالت: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. حتى الزينة الخفية
اللي هي كانت بتلبس خلخال او لابسه غويشات وبتاع وتضرب بيها عشان الصوت يطلع، حتى الصوت ده ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. ولا يضربن بارجل ليعلم، بارجلهن ليعلم، واحد مش شايفها اصلا بس الصوت ده عمل له فتنه. والسماع والتوهم اكثر خطرا حتى من الحقائق، وفي ناس عايشه في الاوهام دي، الصوت بيعمل لها فتنه، صوت المراه بيعمل لها فتنه، صوت الزينة نفسه بيعمل لها فتنة، صوت الغويشة بيعمل لها فتنة، صوت الكعب وبيضرب في الأرض بيعمل لها فتنة. وربنا قال لنا كده، مش احنا بنألف. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان الضرب لإظهار صوت الزينة نفسه نهى عنه القرآن، فكيف بالزينة وكيف بالشعر وكيف بالجسم؟ وبالتالي موضوع الحجاب ليس نافلة من القول أو الكلام. وطبعا احنا الجلباب يقصد القناع اللي فوق الخمار، ولذلك كلمة التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أن تتكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، وإحنا قلنا ما يجب إخفاؤه. إذن الصورة بتبين لنا معلم رابع قبل ما نتكلم عن مفاهيم. المعلم الرابع كمان ان النساء الكبار في السن ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم استثناء، فقال والقواعد من النساء، القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ممكن تبقى قاعده وترجو نكاح، لا ده القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، ما عندهمش اصلا رغبه في الموضوع ده تماما ولا هي من اهله، يعني ليس مجرد انها قواعد يبقى الحكم، لا ده القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الله الله الله، كيف شرح حتى في تفاصيل الاستثناء. ليست كل المرأة الكبيرة في السن لا تتحرك، قواعد وقواعد التي لا يرجون نكاحا. طب ايه؟ فليس عليهن في رخصة عين جناح ان يضعن ثيابهن، والثياب المقصود بها هناك اللي هو البرقع والغطاء اللي فوق الخمار والحاجات دي، مش معناها انها تعب بشعرها او تعب بزنتها او لا، وغير متبرجات بزينة، يعني لا تتعمد اظهار زينتها، اظهار حلق ولا اظهار في اي حاجة في جسمها، لا تتعمد هذا. غير متبرجات بزينة، ده ربنا بيتكلم عن المرأة الكبيرة اللي مش لها رغبة في الموضوع ده وهي من القواعد. بيقول ان دي لما تقعد ممكن تتخفف من الايه؟ من العبايات الكبيرة والحاجات اللي عرسها، مش معناها انها تقعد بشعرها ولا معناها انها تعلي جسمها. غير متبرجات بزينة، وكمان بيقول وان يستعفف، يعني تقعد بكامل حجابها، وان يستعففن خير لهن. إذا كان الكلام ده بيتكلم نازل في عهد الصحابة الكرام وفي عهد العرب لهم مواصفات، فما بالك بعصورنا الآن؟ فإذا كان ده بالنسبة للقواعد، فما بالنا بالبنات، وما بالنا بالنساء، وما بالنا بالزوجات؟ إذا الموضوع ليس مجرد عادة من العادات ولا عيب، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى، حد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي لبسها، هي أمر الله وهو اللي لبسها. فلما تخلع الحجاب هي بتعصيه هو، مش بتعصي أبوها وأمها. لما بتترك الحجاب مش بتعاقب المجتمع ولا بتعاقب أمها، دي بتقول ربنا أنا هشتغل بمزاجك، أنا مش عاجبني شرعك، أنا مش عاجبني أمرك، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، دي مش عاجباني. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، دي مش مناسبه معايا، مش بحبها، مش ماشيه مع الخط بتاعي، مش بحقق فيها نفسي. امه الله ما بتعملش كده، امه الله سمعنا واطعنا، يا اما تكوني عبد لله يا عبد الهوى والشيطان. والحجاب مش مجرد عاده ولا مزاج ولا اصل انا ببقى اجمل في الحجاب، مش لازم تكوني اجمل في الحجاب او مش اجمل، مش هي دي مشكله. الحجاب شرع ربنا سبحانه وتعالى مش علشان عيب ولا علشان الناس، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والحجاب الشرعي هو ستر المرأة لزينتها ومواضع الفتنة فيها، والمرأة ما تخرجش من بيتها أبدا أبدا إلا أن ترتدي ما يستر بدنها وتستر عورتها،
وما تقولش عشان كذا وما فيش كذا، لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أنت مؤمنة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب مش هتعملي كده، طب مش هتنفذ، طب بنتك مش هتلبس حجاب، طب مراتك مش هتلبس الحجاب. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حتى قال الله تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب هذا الحجاب يا إخواني شكله إيه؟ اسمه إيه؟ ما يشغلناش لا شكله ولا اسمه. العبرة مش بالشكل، العبرة مش اسمه إيه ولا أبدا ولا حتى لونه، هي شروط. إذا توفرت الشروط دي أيا كان اسمه فهو حجاب. لكن نخلي بالنا إن الحجاب مش أي حاجة نحطها على دماغنا وخلاص. ده قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافهمش في العرب وما كانوش موجودين، نساء كاسيات عاريات، يعني شكلها وكأنها يعني مكسوة لكن هي عارية، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، زي سنة من الجمل كده، التسريحات اللي بيعملوها دلوقتي، البخت المائلة. لا يدخلن الجنة، اسمعي واسمع، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. المرأة المتبرجة اللي بتعمل تسريحات شعرها وهي بتدعي الإيمان وعصية الله سبحانه وتعالى، النبي قال كده في حديث صحيح: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والخمار ما يغطي الرأس كما علمنا أهل اللغة وطبق كده الصحابة الكرام، والجيوب دي اللي هي الصدر ذات. وبالتالي لابد أن ندرك أن أمامنا أمر تعبدي ضخم، لابد من الاستجابة لي طاعة لله وطاعة لرسوله، وحفظا للأجيال المسلمة، وحفظا لعورات المسلمين، وحفظا لنفوس الناس. المرأة لما تتبرج وتخرج من بيتها كل عين شافتها هي تتحمل معصية حتى تعود، فهي في غضب الله حتى تعود، في معصية الله حتى تعود، كل واحد بصلها، كل واحد بصلها بيأثم، وهي تأثم كاسمي، فهي بتتاجر مع الشيطان منذ أن تخرج حتى تعود. علشان إيه؟ علشان إيه؟ هتعيشي قد إيه؟ هيقولوا عليك إيه؟ لسه هتعرضي على الله سبحانه وتعالى، لسه هتعرضي على رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر، ماذا تقول الله سبحانه وتعالى؟ عشان الناس يقولوا عليك حلوة؟ عشان الناس البنات يقولوا أو الأولاد يقولوا؟ أبدا، رقب ربنا سبحانه وتعالى، رقب الله جل في علاه، تذكري لقاء الله تعالى، تذكري الموت. لابد أن ندرك هذا. مواصفات الحجاب مش اسمه. أولا ألا يكون زينة في نفسه. في بعض الناس بتلبس حجاب، بعض أبناتنا وأخواتنا بتلبس حجاب زينة في نفسه، بمعنى ألوان مبهجة، الناس تشوفها من بعيد كده اللون يلفت نظرها، ألوان ألوان فاقعة زي ما بيقولوا كده، ما تكونش ألوان فاقعة تلفت النظر، مش مفيش مانع إنه يكون جميل في ذات، لكن ما يكونش هو زينة في، ما يكونش لون فاقع بيلفت الأنظار. أنا هلبس ده عشان هو بيلفت الأنظار، لما تعب عارف إن بيلفت الأنظار تعرف إن دي مش صفة الحجاب حتى لو كان نقاب حتى. يبقى ألا يكون زينة في نفسه. الأمر الثاني ألا يشف، يكون فضفاض لا يصف الجسم ولا يظهر ما تحته، والا ما يكونش، ما يبقاش حجاب. مش واحده لابسه لي طرحه على شعرها وشعرها كله باين ورقبتها باين ولسه محجبه. والا يكون مبخرا او معطرا، لك ما تتعطر المراه وتخرج فهي كذا وكذا او زانيه كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى لابد ان ندرك ان هناك صفات. الا يشبه لباس الرجال، ما يبقاش ثياب رجال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فالتشبه خاصة في عصور الفتنة اللي احنا فيها دي كارثة، والتشبه نفسه كبيرة، معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش لبس رجال. وأحيانا كتير الواحد بيشوف ناس لابسة مش عارف هو ده لبس رجال ولا نساء من كتر الدين دخلت في بعضها. ما يكونش لباس خاص بالفاسقات أو الداعرات أو لباس يعني خاص بعبادة من العبادات أو أهل دين من الأديان، يعني ما فيش واحدة تقول إيه طب أنا هلبس لبس الراهبة علشان، لا،
اللبس اللي هو شهرة على أهل دين معين أو شهرة لأهل معصية معينة أو حاجة، لا يجوز أن يلبس لأنه نوع من التشبه. التشبه قد يكون في أشكالهم أو في عقائدهم، ولكن يتحقق بمواصفات يستر سائر الجسد، ألا يكون زينة في نفسه، أن يكون فضفاضا، ألا يكون لباسا خاص بالرجال أو متشبها به أو خاص بكافرات أو غير ذلك. والحجاب له فوائد عظيمة نذكر منها على وجه السرعة، أنه أولا طاعة لله ورسوله، وكما قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحجاب عفة، لأن ربنا قال كده: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اسمعي، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرف بعفتها وتعرف بمكانتها وتعرف بإيمانها، فالفساق ما يتعرضوش ليها بالأذى. أيضا الحجاب من فوائده أنه طهارة، نعم طهارة للقلب وطهارة للمجتمع. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله، ذلكم أطهر، ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل من القرآن ما يحفظ به القلوب من أن يتسلل إليها الظلام. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن حتى لا تتسلل الفاحشة إلى القلوب. الحجاب ستر، نعم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الحياء تقوى لله تعالى. قال ربنا جل في علاه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الحجاب أيها الكرام من الإيمان، لأن ربنا لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، وقل للمؤمنات، فالمحجبة تعرف أنها تحققت بالإيمان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من بني تميم على أم المؤمنين رضي الله عنها، وعليهن ثياب رقاق. مجموعة من النساء دخلت على السيدة عائشة وعليهن ثياب رقاق بتشف. قالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. خلاص، ففي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحجاب حياء، وأغلى شيء في المرأة الحياء، وأعظم شيء في المرأة الحياء، وأجمل شيء في المرأة الحياء. في الحديث: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام، وخلق الإسلام الحياء. وفي الحديث: الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يا إخواني وأخواتي، يا مسلمين، يا أهل التمكين، يا أهل سورة النور، يا من يعملون أسرة هذا الدين، التبرج خطر. وأعظم خطورة في التبرج أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اسمعي يا اللي مش عايزة تتحجبي، اسمعي اللي بتقول الحجاب مش واجب، اسمعي اللي بتقول اصل مش بحبه، اسمعي اللي بتقولي اصل انا بقى عايز اطلع كده، اصل انا بقلد فلانه، اصل انا ابدا. الا من ابى، من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. التبرج كبيره ومهلكه. في الحديث: جاءت اميمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي بهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي، ولا تتبرجي، ولا تتبرجي. تبرج الجاهلية الأولى. التبرج صفة أهل النار. ففي الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم الصياط يضربون بها الناس اللي بيعذبوا خلق الله سبحانه وتعالى، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. التبرج أيها الإخوة الكرام والأخوات من النفاق، نعم من النفاق. ففي الحديث: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، أي هن المنافقات، لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصب. لذلك التبرج نوع من إشاعة الفاحشة. اللي بتمشي متبرجة هذه بتشجع الناس على الفحش، بتشجع البنات زيها، بتشجع النساء، بتشجع على معصية الله، بتتفاخر بمعصية الله.
ولذلك التبرك هو من المجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا ما المجاهرين رسول الله؟ قال يعني إن الرجل أو المرأة أو الإنسان يعني يعمل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله عليه، فيكشف ستر الله عليه ويقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. المرأة اللي بتنسي متبرجة وكل يوم تلون في شعرها وتلون في ملابسها وتفتن الناس، هذه تجاهر بمعصية الله وتعين على معصية الله وتشيع الفحشة في الناس. وكلما كان هناك تبرج تعرف أن هناك شيطان. لأن التبرج من أفعال الشيطان. فقصة آدم عليه السلام وحواء مع إبليس كما ذكر القرآن تكشف مدى حرص إبليس على كشف السوءات وهتك الأعراض وهتك الأستار وإشاعة الفاحشة اللي بتتعرى اللي عراك الشيطان، اللي بتتبرج اللي دفعك للتبرج الشيطان، اللي بيقول لك امشي من غير حجاب هو الشيطان، اللي بيوسوس ليكي وبيوسوسوا ليكي وبيشتغلوا عليكي في الإعلام شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قولا، دول شياطين، شياطين بيعركي لأن ربنا قال كده يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، دي شغلته ودي شغلة شياطين إنس والجن على طول، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وكل سنة يقول لك هنعري في المرأة النهاردة إيه وهنكشف فيها إيه وهنعرض للناس فيها إيه، وأصبحت حاجة يعني ليس لها علاقة بالآدمية. يا إخواني وأخواتي الحجاب له مقاصد، ليس لون معين أو شكل محدد، فلذلك لابد أن نعرف صفات الحجاب ونتصف بها، مواصفات ليست أسماء مسميات. لكن نخلي بالنا أن الإسلام راعى ميل المرأة للتجمل فاستثنى الزينة الظاهر إلا ما ظهر منها شكلها العام أو الوجه والكفين كما قال العلماء. لكن بنأكد على معنى أن الملابس الرسمية لا تخرج بها من البيت هي استجابة لدواعي مهمة ومهمتها الحافظية، مهمتها الحماية، مهمتها التربية. فلو هي هتخرج عن الحافظية وتخرج وتتنهاردة تتبرج بالطريقة فلانية وتتزين بالطريقة الفلانية، ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مش بمزاجها، مش بطريقتها، بما حفظ الله، بما شرع الله، بما بين رسول الله، مش بمزاجك. فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا حتى الزينة المستترة حرام، ولا يبدين زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكلمنا إن حتى الزينة هذه أو اللباس له أحكام حتى مع الأرحام والأقارب، وكلمنا عنها في حدود العورات. ولازم نأكد هنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق جعل للنساء لباسا وللرجال لباس. لما يحدث نوع من التداخل، التداخل ده ليس تداخل شكلي، تداخل ثقافي وتداخل إنساني وتداخل نفسي. ولذلك لابد من الكشف التمام، لابد من الفصل، لابد أن يكون الذكر ذكر والأنثى أنثى. حكاية أن مش عارف هو ده ولد ولا بنت وأنا مش عارف دي بنت ولا ولد وهم متداخلين، دي كارثة كبيرة جدا. حتى ربنا يتحدث يقول سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فيجب أن يتصف الرجل بلباس الرجولة، ولادنا لابد أن احنا يظهر لباس الرجولة، ما بقاش مش باين عليه هو بنت ولا ولد، لا في لبسه ولا في كلامه ولا في طريقته. لعن الله متشبهين من الرجال بنساء ومشبهات من النساء بالرجال، ملعون عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، أن تخرج المرأة باللباس الرسمي، باللباس المهمة، باللباس الشرعي، باللي حدده ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ظهر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حافظت على نفسها وعلى عفتها وعلى اسم زوجها وعلى اسم عائلتها وعلى الإيمان وعلى المسلمين في الشارع فوقتهم فتنتها. كل هذا لابد أن ندرك أن هذه صفات أهل التمكين. والحجاب ليس مجرد شيء يوضع الرأس، إنها منهجية تخلق بأخلاق الإسلام، مش تضع حاجة على الرأس وتمشي ببنطلون ضيق أو لباس رجال أو تحط حجاب وتروح متعطرة ومتزينة وتظهر أجزاء من جسمك. الحجاب مش غطى رأس،
الحجاب مش غطاء رأس، الحجاب مش تحط على رأسك حاجة وتمشي على سلوك العصاة ولا عسوق الفساق وتتكلمي مع ده وتهزري مع ده وتتحكي مع ده وتمشي على غير أخلاق المسلمين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ندرك أن هذا التمكين سيتحقق يقينا، ولكن لمن اتصفوا بتلك الصفات فحافظوا على الأسرة المسلمة في ثيابها وفي إذنها وفي إنشائها حتى تقوم بواجبها في إخراج الجيل الحقيقي الذي سيتحقق على يديه التمكين بإذن الله تعالى. البس الثوب الصحيح ومعه السلوك الصحيح، واحذري فضيحة الغد أمام الأولين والآخرين في ساحة العرض، واحذري قطاع الطريق الذين يسعون لنزع حجابك وتعريتك. سبحانه خلقك بيده، سبحانه شرع لك ماذا تلبسين وماذا تتركين، فإما أن تكوني أمة له سبحانه تتعبدين وفق أمره وتشريعه، وإما أن تكوني أمة لشياطين الإنس والجن يستعبدونك وفق شهواتهم وأهوائهم، ولا يقبل أن تطيعيه سبحانه فيما تحبين وتعصيه فيما لا تحبين. لا يوجد في المرأة أجمل ولا أبهى ولا أضوأ من حيائها، فكلما زاد حياؤها زاد جمالها وبهاؤها وعظمت قيمتها، وكلما قل حياؤها كلما انطفأ نورها وتدنت مكانتها ورخصت قيمتها. جمال المرأة في داخلها، فكلما ازداد داخلها قبحا ازدادت تبرجا وصفورا، وكلما ازداد داخلها جمالا كلما ازدادت سترا وحشمة وحياء. الفتاة أو المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة سافرة تتحول إلى مندوبة مبيعات، نعم تتحول إلى مندوبة مبيعات، تعرض على الناس في الشوارع والأسواق والمواصلات جسدها ومفاتنها، وقد يظهر لها البعض أنواعا من الإعجاب، ولكن لن يقبل عليها ولن يحرص على اقتنائها إلا رخيص لا خلاق له. الحجاب ليس مجرد قطعة قماش تضعها المرأة على رأسها، ولكنه منظومة تعامل ومعالم سلوك وشعار عفاف ومظهر استقامة ودلالة اتباع وملمح هوية، فتمسكي بكل هذا أو تنازلي عنه. إن مقاومة الفحش بالفضيلة ومقاومة التعري بالتستر ومقاومة الانحلال بالالتزام ومقاومة العهر بالطهر ليس بأقل من مقاومة دبابات الأعداء وطائراتهم وجميع أسلحتهم. فالأسلحة ربما تقتل الأجساد وتدمر البيوت، أما العري والفحش فهو يقتل الدين ويشوه الفطرة ويدمر الإنسانية كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفاف والهداية والرشاد، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن يسبل عليهن الحياء، وأن يرزقنا وإياهم الاستقامة على أمر الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا نورا ومن أهل النور وحملة النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.